I'm this close to putting you on the Horizon roster, but I feel like I might require just a tiny bit more convincing first. Well, it just so happens that we're preparing for our huge spring showcase coming up, and I'm looking for a driver to take part in it. Impress me out there, and I'll see what I can do. مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. مثل ما شفتوا ويانا تحولنا إلى موسم الربيع. وهو هذا آخر موسم ويانا، فراح نشوف شو عندنا سباقات نسويها. أعتقد راح نبدي بهذا السباق القريب من هذا البيت، نقل سريع ونشوف. اوكي، خلي هسه نروح على هذا السباق. Turn around when it is safe to do so. In 200 yards, turn right. اوكي. You can race any event in co-op or PvP with drivers you invite from your session. هسا انفتح ويانا ال PvP وال rivals، بس احنا هنخلينا على السولو ونشوف. ما نقدر نبدل السيارة. اوكي، لا هنختار السيارة. نختار نجرب هاي التريل كات. خلينا نجرب التريل كات. يلا خلي نبدي السباق. اوكي، بدينا السباق وانطلق. طبعا احلى المواسم هو موسم الربيع، اللي نشوف فيه الخضار وجمال الطبيعة، وأكيد فورزا هورايزن مهتمين جدا بهذا الشيء، بحيث نحس إنه إحنا في مكان حقيقي مو في داخل اللعبة. لكن يظل جمال الطبيعة الخلاب هو هذا السباق من نوع السباقات السيركت، اللي هو مجموعة لابات نخلصهم.
حاليا احنا بالمرتبة الثالثة. اوكي حاليا احنا بالمرتبة الاولى من السباق. وصلنا اللاب الأخيرة. ما أعرف إيش قد نحتاج حتى نصير كواليفايد ونخلص السيزونات كلها. أعتقد حنحتاج 200,000. حاليا احنا نحتاج 50,000 حتى نقدر ندخل الشوكيس الجاية. خلص ويانا السباق واحنا بالمرتبة الأولى. اوكي متصدرين حتى فارق الوقت. وصلنا لفل 15 وحصلنا جيد. ويل سبين بس كالعادة يعني ماكو فد شي زين. اوكي نشوف السباق اللي بعده. اعتقد هذا اوكي. In 200 yards, turn left. تنوع السيارات او العربات بشكل عام باللعبة كلش حلو. يعني نشوف انواع السيارات ونشوف حتى سيارات اللي هي خاصة باليو اي. وخاصة بالاي اي مثل التراكتر. انواع اخرى من السيارات البانز. At the roundabout, take the third exit. People on the
Horizon subreddit are telling weird abandoned car stories, and I know it's the internet, but one of these is too good not to go check out. خلينا نكمل السباقات وإذا بقى وقت بهذه الحلقة راح نشوفها. جميل بهذا الموسم انه في اماكن جميله وشمس ومشمسه واماكن ممطره مثل هذا المكان اللي هو مطر. خلينا نبدأ السباق سولو. يطلب من عندنا شراء سيارة. اوكي أعتقد هذه أفضل سيارة نوماد. راح نختار اللون الأسود. اوكي اوكي باي. طبعا فلوسنا تكفي واكثر وحصلنا او تروفي. سباق ليلي اوكي يا اصدقائي راح نبدي السباق. السيارة خفيفة جدا بس نحاول نسيطر عليها. الجريبينج مالها كلش ضعيف. اوكي منطقة جدا جميلة.
سكريبينج السيارة كلش ضعيف. لنتلافى المشكلة تخفيف السرعة و نضغط على الاستدارات والمنعطفات بشكل كبير. اوكي اوكي وخذنا السباق المرحلة الاولى طبعا مع فارق من البسيط بيننا وبين المرتبة الثانية والثالثة، بس اوكي قياسا للسيارة. See, drivers in that last round were doing a little too much sightseeing and not enough racing. Try not to make the same mistake here, eh? You're through okay. to round four. Enjoy. خلني على قريب نسوي هذا السباق. Hey, remember that XJ we found? I fixed it up. You can grab it in the garage when you're ready. البارن اللي لقيناها آخر مرة لازم ناخذها من الجراج. أوكي arrived at your destination. نفس السيارة. نحاول نسيطر عليها مثل ما سيطرنا عليها بالسباق الفات. هذا السباق أسهل لأنه أسفلتي. جزء منه ديرت بس اغلبها اسفلتي. اوكي نصف السباق.
بالمرتبة السادسة نحاول نوصل للمرتبة الأولى. اوكي نشتغل هون جميعا، بس احنا حاليا بالمرتبة الأولى وآخر اعتقد آخر منعطفات في الكامل. نحاول نكون رادئين بيها. وصلنا المرتبة الأولى. كان سهل هذا السباق. Hey doctor, nice paint job. Why not show the artist some love with a rating? خليها مو هسه. لأن أنا أصلاً حغير اللون وال. أوكي أصدقائي راح نختم وياكم هذه الحلقة. ونشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية ونكمل تختيمنا لفورزا هورايزن 4. أوكي أصدقائي باي باي.